ومن المحطات المضيئة على طريق التنمية هو ما وضعته الدولة المصرية من برامج عمل تخدم مشروعات الدولة المتكاملة لزيادة الرقعة الزراعية مع الحفاظ على موارد الدولة المائية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من كل قطرة مياه. حول هذه البرامج يحدثنا الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، فليتفضل. فخامة الرئيس، السادة الحضور، اسمحوا لي أن أتقدم بعرض مبسط عن موقف إعادة استخدام المياه في المنظومة المائية، لأن الحقيقة بنتسأل طول الوقت في الداخل وفي الخارج أنتوا بتجيبوا المياه دي منين؟ ويمكن أي مؤتمر بنحضره بنتسأل إزاي بتتكلموا عن فقر مائي وعندكم كل المشروعات القومية والزراعات اللي عرضها سيادة العقيد دكتور بهاء الغنام. الحقيقة يعني اللي يقرأ تاريخ مصر يعرف إن الحضارة كلها قامت على حسن إدارة مياه النيل، واللي يقرأ تاريخ مصر يعرف إن التكنولوجيا والتطور ابتدى تاريخ الري وتاريخ إدارة المياه في مصر. الصورة اللي على اليمين دي حضراتكم موجودة في معظم كتب العالم للي بيدرسوا ري وبيدرسوا مية، في مقدمة دايما ازاي المصريين قدروا يطوعوا مية النيل لبناء حضارة. الصورة اللي في النص لو حضراتكم مشيتوا لغاية رود الفرج هتشوفوا مقياس النيل مازال شامخ وموجود. الصورة اللي على الشمال لو حضراتكم كملتوا لغاية دلتا النيل هتشوفوا ازاي في منتصف القرن 19 بنينا افضل منشآت مياه في العالم. ولكن الحقيقة التحديات بتزيد مع الوقت بسبب الزيادة السكانية زي ما اتقال في العرض السابق. احتياجاتنا النهاردة المائية 114 مليار متر مكعب، يعني زي ما قال فخامة الرئيس لو عندي المياه دي أقدر أزرع كل اللي أنا محتاجه وما استوردش من خارج مصر أي حاجة. إنما للأسف الموارد دي مش موجودة، وبالتالي بستورد محاصيل غذائية، بستورد قمح، بستورد ذرة، بستورد سكر. المحاصيل الزراعية دي قيمتها الفيرتشوال ووتر اللي فيها أو المية الافتراضية اللي فيها 33.5 مليار متر مكعب، ولو طرحت الرقمين من بعض هيديني 80.5 مليار متر مكعب. هو ده احتياجات الدولة المصرية اللي لازم تتغطى من داخل حدود الدولة المصرية، اللي هي بتنقسم للزراعة ومياه شرب وصناعة اللي حضراتكم شايفينه على الجانب الأيسر. طب إيه مواردي من المياه اللي موجودة؟ اللي موجودة على الجانب الأيمن نهر النيل حصتي ثابتة 55.5 مليار، تحلية مياه، مياه أمطار، مياه جوفية عميقة غير متجددة. معنى كده إن الإجمالي اللي موجود عندي 60 مليار وأنا محتاج 80.5، عندي عجز أكتر من 20 مليار متر مكعب من المية. بنغطي العجز ده إزاي؟ بإن إحنا على مدار السنوات بنعمل إعادة استخدام لما يقرب من 21 مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي. طيب رايحين على فين؟ ما هي الزيادة السكانية زي ما اتقال في الفيديو بتاكل كل التنمية. في الستينات كان كل فرد مننا نصيبه في المية كل سنة لكل استخداماته زراعة وتجارة وشرب وغيره 2000 متر مكعب للفرد. الموارد ثابتة والزيادة السكانية عمالة تزيد بكم كبير جدا أو بسرعة كبيرة جدا. فجينا في التسعينات، بداية التسعينات نزلنا تحت خط الفقر المائي، بمعنى أن كل واحد فينا بقى له أقل من 1000. للأسف الزيادة السكانية عمالة تزيد والمية ثابتة، فبالتالي وصلنا زي ما قال فخامة الرئيس لحدود 500 متر مكعب للفرد في السنة. طيب ده بيعمل لي ايه؟ ده بيعمل لي عجز اللي هو باللون الاخضر ده، اللي انا لازم اغطي العجز ده. عندي طريقين لتغطية العجز، يا اما كل ما تزيد تعداد السكان استورد اكل اكتر عشان اغطي العجز اللي بيزيد، يا اما ان انا ادور على حلول على ارض مصر وان انا يبقى قراري في ايدي. والحقيقه كان القرار السياسي هنا
لا هندور على حل من على أرض مصر عشان الفاتورة الاستيراد بالدولار ما تزيدش كل سنة عن السنة اللي قبليها، ولازم الحل يكون من داخل الأراضي المصرية. وكان من هنا القرار بالمشروعات القومية الضخمة لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي. إيه هو الصرف الزراعي؟ حضراتكم بتشوفوا الفلاحين والمزارعين أهالينا في الدلتا بيرووا ري بالغمر، وفي ناس بتنتقد وبتقول ده إهدار للمية. الحقيقة مش المية دي كلها بتهدر زي ما احنا متخيلين، لأن في الدلتا في شبكة صرف زراعي معقدة جدا موجودة تحت أرض كل فلاح في الدلتا. في تحت أرض كل فلاح في حقليات، في مواسير صرف مغطى بتجمع المية بتاخدها على المصارف المفتوحة اللي هي الشبكة اللي حضراتكم شايفينها معقدة جدا من الصرف الزراعي اللي بتجمع المية وبتاخدها لغاية شمال الدلتا للبحر المتوسط أو البحيرات الشمالية. وهنا وقع الاختيار الحقيقة على 9 مصارف رئيسية في الدلتا لإعادة استخدام، مصرفين في الشرق و7 مصارف في الغرب. مصرفين في الشرق الهدف منهم تنمية سيناء ودخول المية لأهالينا في سيناء اللي حضراتكم شايفين مساحة ضخمة جدا المفروض بيتم استصلاحها على المصرفين اللي احنا بنعيد استخدام ميتهم، ومساحة ضخمة جدا موجودة في غرب الدلتا لإعادة استخدام 7 مصارف اللي موجودين في الشمال. عشان كده كان لازم الدولة المصرية تبني 3 أهم وأكبر محطات في العالم لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، هم محطة المحسمة ومحطة بحر البقر ومحطة الحمام اللي هنتكلم عنهم بالتفصيل في الشرائح القادمة. ده عمل لي إيه الحقيقة؟ ده ضاف لي ما يقرب من 5 مليار متر مكعب لمنظومة المية في مصر، أو بالتحديد 4.8 مليار سنوياً ضافتهم ليا الثلاث محطات دي فقط. ما بتكلمش على المشروعات الأخرى لرفع كفاءة نقل المياه وغيره وغيره من المشروعات اللي تمت في الدولة المصرية في 10 سنين السابقة، أنا بتكلم فقط على الثلاث محطات ضافت ما يقرب من 5 مليار متر مكعب لمنظومة المية في مصر. أولهم الحقيقة كان محطة المحسمة اللي هي طاقتها 1 مليون متر مكعب من المياه المعالجة اللي بتمر من تحت قناة السويس، ونحط تحت كلمة تحت قناة السويس دي 10 خطوط لأن دي مشروعات عملاقة غير مسبوقة. بتمر المية من تحت قناة السويس عشان تروي ما يزيد عن 40,000 فدان في سيناء. والحقيقة اللي بيتخيل ان هي محطة والموضوع خلص على كده، الكلام ده مش حقيقي، لأن المحطة دي هي باكج على بعض، فيها مسارات وفيها سايفون أو صحارة وفيها كباري وفيها محطات رفع وفيها الحقيقة منظومة متكاملة عشان نشغل المحطة دي. احنا شايفين قدامنا قناة السويس القديمة وقناة السويس الجديدة، والمية كان لازم تمر تحت القناتين علشان توصل سيناء. المشروع ده مشروع عملاق وهو الأصغرهم على فكرة، لأن المحطتين التانيين أكبر من ده كمان، وهنا كان في صحارة زي ما حضراتكم شايفين قطر الصحارة شكله عامل إزاي، وبنتكلم على أنطرة حجز ومحطات رفع موجودة. بننتقل بعد كده لتاني محطة وهي 5.6 مليون متر مكعب، أكبر محطة معالجة مياه صرف زراعي في العالم، وحاصلة على العديد من الريكوردز أو الجوائز، منها جينيس ريكورد سجلتها على أنها أكبر محطة صرف معالج في العالم. وبرضو المية لازم تعدي من تحت قناة السويس عشان تروح وتعمر ما يزيد عن 400,000 فدان في سيناء. وهنا يمكن دي بعض اللقطات للمشروع، لان زي ما قلنا هو في انطره وفي انطره حجز، في تغيير مسار، في صحاره من تحت قناه السويس وغيره وغيره. ننتقل الحقيقه للمرحله الثالثه او المحطه الثالثه، وهي خليني اقول المحطه دي والمسار الناقل اللي بينقل الميه وبيجمع ميه السبع مصارف اللي حضراتكم شايفينه. يعني لو في مشروع تاني بينافسه في تاريخ مصر يبقى هي هي السد العالي. مشروع ضخم جدا له العديد من المنشآت اللي هنذكرها، والحقيقه لازم
هنا أذكر القوات المسلحة ووزارة الدفاع والهيئة الهندسية للمجهود العظيم اللي بتعمله إدارة المياه وإدارة المهندسين العسكريين، الحقيقة بيعملوا مجهود جبار في المحطات اللي أنا بتكلم عنها النهاردة. المشروع ده يستهدف يا دكتور هاني، اتفضل ما تقول الفلوس اللي انت دفعتها كوزارة الري في واحد من المشروعات دي، قول بس الرقم للناس عشان الناس تستوعب، عشان استفيد من 7.5 مليون متر مياه دول دفعته كام او بتدفعه كام يا دكتور مصطفى؟ ما تقول. تقول يا دكتور مصطفى؟ لا ما تقول انت، ليه هو ما تقول يا دكتور. رقم ما يتنسيش، 190 مليار جنيه مش 186، 190 مليار جنيه. وده مهم ان احنا نقوله دلوقتي. ليه يا دكتور هاني؟ معلش انا اسف اني قطعتك يعني. لا يا فندم اتفضل. انتوا المصريين كتير وسواء كان في يعني راي عام او مفكرين او مثقفين او اعلاميين يقول لك انتوا وديتوا الفلوس فين، مش كده؟ بس انا عايز اقول لكم على حاجه، انا ما كانش عندي خيارات تانية، ما كانش عندي خيارات تانية ان احنا نسيب بلدنا كده وتبقى يعني تخرب. لا، احنا كنا نعاني يا دكتور مصطفى من انفاق عالي جدا زي كده من الحكومة ومن الدولة في سبيل ان البلد دي تعيش، ولا انا؟ فانا كان يعني انت قلت على ده فقط مش كده؟ طب ما رشيد كام؟ مأخذ رشيد بال 150 كيلو ومحطات الرفع بتاعته، ده الدكتور شاكر عايز للمحطات محولات الكهرباء 50 مليار يا دكتور، 50 مليار جنيه بس للمحولات بتاعتهم، مش كده ولا انا؟ يا جماعه احنا عملنا حاجه يعني اقتصادياتها مش بس، ما فيش خيار لدوله تانية، يا نعيش يا نموت بقى. فالنهارده كنت معلش يعني تقول ال 190، حاضر، تقول المشروع ده اللي اتعمل ده الحكومه دفعت فيه كام يا دكتور؟ 190 مليار جنيه بقى لكم 3 4 سنين ولا مش كده؟ وخلاص قربنا نفتتح مش كده يا دكتور؟ طب ورشيد كام بقى؟ 60. لا مش 60، لا مش 60، هنا 15 محطة رفع وهنا 15 محطة رفع، هنا حوالي 150 كيلو من الحمام بالجمع المصارف، وتحت حوالي 140 كيلو ترع مكشوفة وترع مقفولة، ثم المحطة المأخذ بتاع رشيد قد يساوي في تكلفته، قد يساوي في تكلفته محطة الحمام. ما تسموا اسم غير المحطة ديت يعني، يعني سموا اسم تاني غير مش عارفين يعني. حاضر. سموا اسم تاني كده غير المحطة اللي موجودة في الشمال ديت. ف يعني أنت بتتكلم على الأقل في 300 مليار جنيه. أنا ده الرأي. مش كده يا دكتور؟ تمام. ده كل ده عشان إيه؟ عشان لو انا عندي ميه بتيجي من المطره مش هدفعهم، ولو عندي ميه بتيجي من اكتر من 55 مليار مش هعملهم، صح كده؟ لكن بضطر اعمل ده لان هزرع ولا ما ازرعش، الارض الزراعيه اللي موجوده في الدلتا حجمها محدد وكمان بتتاكل بان في تعدي عليها مش كده؟ طب كان لابد ان احنا نزرع بقى. طب هنزرع باستثمارات، احنا مش اغنياء قوي يعني عشان نعمل كده. فهو التحدي والقرار هنا، نعمل ولا ما نعملش، نعمل ونعاني ولا ما نعملش وتخرب، تخرب بجد، وربنا الوكيل هو اللي بيطلع على والعلماء يا دكتور، العلماء اللي هو انا الكلام ده عملته بمشورتي يا دكتور ولا بمشاركتكم كلكم، كل الخبراء اللي موجودين في وزاره الري ووزاره الزراعه موجودين ووزاره الكهرباء، كل من ليه سي في الموضوع بيحط الكلام ده بوثائق بمحاضر ولا يا دكتور؟ فانا بس عايز اقول ليه ما تعرضتوش للتكلفه؟ ليه ما تعرضتوش للتكلفه؟ ان النهارده انك بتقول ال 5 6 مليار متر ميه اللي انت بتتكلم عليهم دول اللي هم في محطه بحر البقر ومحطه المحسمه والمحطه ديت الموجوده في الحمام، انتم حطيتوا انفاق ضخم جدا جدا عليهم، بس ده ايه؟ ده البديل لنقص الميه اللي عندي، ده البديل اللي بيجابه بيه النمو السكاني. في جزء ما دكتور هاني ما اتكلمش فيه، ان احنا وزاره الاسكان كل محطات
من اول اسوان لغايه اسكندريه اللي كانت محطه معالجه اوليه بقت ثلاثيه متطوره يا دكتور، ودي خطه احنا شغالين فيها بقالنا 7 سنين، عشان كانت المايه بتترمي بعد قبل كده في الجبال والخيران، وبقينا نقول لا ده احنا هننزلها بعد ونرفع معالجتها لمعالجه ري ثلاثيه تنزل في الترع والنيل، صح كده؟ فيا جماعه لا، لازم الارقام تتكلم معاكم عشان الناس اللي في مصر تسمع، ما يبقاش متصورين ان ده اخفاق، ان المسار اللي اتعمل ده كان اخفاق من الدوله، ومعلش بقى هم غلطوا. لا 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 لا, لا مش غلطوا، بس هي ظروف بلدنا كده، احنا ما غلطناش ان شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى، انما ظروف بلدنا كده، عدد سكان كبير، موردنا محدوده، وكان لابد ان احنا نعمل. طب نعمل ونعاني ولا ما نعملش وتضيع مننا مصر؟ لا نعمل ونعاني. اتفضل. محطة المحسمة سيادتك 3.7 مليار جنيه، ومحطة بحر البقر 12 مليار جنيه تم انفاقهم في المحطتين. وطبعا زي ما سيادتك قلت ان المسار الناقل ومحطة الحمام، الحقيقة احنا بنتكلم على مسار عملاق 174 كيلو متر طولي، بنتكلم على 152 كيلو ترع مكشوفة و22 كيلو خطوط مواسير ضخمة جدا، يمكن في الفيديو يمين وشمال بنشوف جزء من هذا المسار. عندنا بنتكلم على 147 وحدة رفع، بنتكلم على 12 محطة رفع متتالية و103 عمل صناعي على طول المسار. هي لازم أقول الدعم اللي سيادتك اديته لقطاع المياه في العشر سنوات السابقة هو الحقيقة غير مسبوق، وهو اللي أهلنا النهاردة أن يبقى عندنا منظومة متكاملة من المياه ومشروعات عملاقة تمت عليها. مش بس النهاردة ما كانش عندي الوقت الحقيقة نتكلم عنه كله، ولكن كنت مركز أكتر على معالجة المية، ولكن في تطوير غير مسبوق بيحصل في السد العالي كمنشأ، في صيانة وإحلال المنشآت على مستوى الجمهورية بعد الحصر اللي احنا عملناه وتوجيهات سيادتك فيه، في تطوير والتكنولوجيا نفسها اللي بتستخدم في البناء والتكنولوجيا اللي بتستخدم في إدارة المية. يمكن تطوير الري الحقلي، بنشتغل مع المزارعين في أسوان النهاردة إزاي يتحول من الري بالغمر في القصب لري بالتنقيط لتوفير المية، والحقيقة أنا شفت تجربة مميزة جدا في مستقبل مصر إزاي بيزرعوا بالتنقيط وبيدوا إنتاجية عالية في القصب، وبنحاول ننقل الفكر ده للمزارعين وبندعمهم بتوجيهات سيادتك ان احنا ندي قروض ميسره للفلاح، وان وزاره الماليه تتحمل الفايده، وان المزارع ياخدها على عدد كبير من السنوات. حمايه الشواطئ بندخل تكنولوجيا جديده بالتعاون مع الهولنديين ازاي نعمل حمايه الشواطئ بمواد طبيعيه وتكلفه اقل، يمكن بنشتغل في الملف ده، والتحول الرقمي على مستوى منظومه الميه ده احد الملفات المهمه، يمكن الدكتور بهاء الغنام اشار للموضوع ده، والتنمية البشرية هو طبعا الأساس في كل الأمور دي. الحقيقة أشكر طبعا فخامتك على الدعم لقطاع المية في السنوات السابقة، دولة رئيس الوزراء بيتابع متابعة يومية كل المشروعات اللي بتتم معانا، والحقيقة في وزارات كتيرة شاركت معانا زي التخطيط والتعاون الدولي والزراعة والإسكان، وأشكر حضراتكم على حسن الاستماع. هنا النهاردة بقول إذا كنا في القرن 19 عملنا الجيل الأول لمنظومة ري، فبكل تأكيد النهاردة في القرن 21 عاملين منظومة نقدر بكل ثقة نسميها الجيل الثاني لمنظومة الري في مصر 2.0، واشكركم شكرا جزيلا.